ازيكم يا احلى متابعين وطباخين في الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل محشي الكرنب مع بعض خطوه بخطوه. جبت الكرنبايه وسلقتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده علشان تبقى جاهزه للخلطه. هبتدي ان انا اجهز خلطه المحشي. هنا عندي خضره محشي قطعتها وغسلتها كويس جدا ونقعتها في خل. هنا عندي 3 بصلات. هبتدي انزل بالسمنه او الزبده على النار، ياريت تكون بلدي، بتدي طعم حلو قوي للمحشي، مع شوية زيت. هبتدي ان انا اشوح البصل، المعلقتين بيتخانقوا مع بعض. هبتدي ان انا اشوح البصل زي ما قلتلكم. وبعدين انا بعمل حاجة حلوة في المحشي، ان انا بزود خضرة المحشي لان بتديها طعم حلو جدا، هي والطماطم. هنا عندي الطماطم هغسلها واعملها في الخلاط، بس مش هعملها عصير، هعملها ان هي يعني تطلع قطع معايا. بعد ما البصل اتشوح ووصل للون ده، هنبتدي ننزل بالخضرة ونقلبها معايا على النار. في الوقت ده هبتدي ان انا اعمل الطماطم في الخلاط. كده انا جبت الطماطم وغسلتها وحطيتها في الخلاط زي ما قلتلكم. مش عايزة الطماطم عصير، فهعملها قطع في الخلاط، هشغل الخلاط متقطع بدل ما اقطعها على ايدي بالسكينة، فهعملها في الخلاط. بص طلعت معايا قطعة ازاي صغيرة. هبتدي انزل بالطماطم على البصل وخضرة المحشي وهم على النار، وهسيبهم يتسبكوا. ودي بقية الطماطم، هاخد منها شوية واحاول اسيب شوية من الطماطم تانيين عشان اعملهم عصير، وازود عليهم حبة شوربة. دول اللي انا هغطي بيهم المحشي اثناء التسوية. كده انا هسيب الطماطم تتسبك على النار، او الخلطة دي كلها تتسبك. وهضيف عليها الملح والبهارات والكركم، وياريت الكركم يبقى في كل اكلاتك، نص معلقة، لان الكركم مفيد جدا للمناعة ولهشاشة العظام والام العظام، فحاولي ان انتي يبقى موجود في اي اكلة. كده الخلطة بعد ما اتسبكت، عايزة اقول لكم الريحة قلبة الشقة، ريحتها جميلة جدا. انا كده طفيت على النار وهضيف الرز. وهبتدي اقلب وهضيف معلقة سمنة، وكده الخلطة هتبقى جاهزة ان احنا نلف المحشي. عايزاها سبايسي تحطي شطة، فلفل اسمر، زي ما انتي عايزة. كده انا هجيب حلة وهحط في القعر العروق بتاعت ورق الكرنب، وهبتدي ان انا احشي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وارص في الحلة. كده انا كانت بنتي جنبي بحاول اوريها ازاي ان هي تلف المحشي. انا دايما بلف المحشي، بفرد صينية او حاجة وبلفه عليها، مش بلفه على ايدي. انا قعدت اوريها شوية، وطبعا في الاخر انا اللي اتعكت وعملت الحلة كلها. انا عمالة اجرب بالصبع والصبع عشان اوريها ازاي تعمل اشكال غريبة في المحشي، فاضطريت انا اخد منها الحلة عشان ما يحصلش كوارث يعني. كده انا خلصت الكمية كلها ورصيتها في الحلة، وهبتدي بقى اجهز الطماطم اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي اتبقت من الخلطة. عملتها عصير وزودت عليها حبة شوربة او مرقة مع معلقتين سمنة، وحطيت فيها ملح وبهارات. وهبتدي ان انا اضيف على الوش زي ما انتم شايفين كده، ما يغطاهاش يعني عشان ما يطلعش معجن، وعلى نار هادية. وكده محشي بعد ما استوى. ياريت تقولولي تعليقاتكو وارائكو، وياريت لايك وشير
سبسكرايب، ويا رب طريقتي تعجبكم، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.